يحكى أن طفلا يحلم بأن يكون طبيبا. كيف يمكن أن أشرح لك هذا الشعور؟ شعور الطفل الذي يرى في الطب ما لا يراه الكبار. يحكى أن هذا الطفل قد كبر، ومع كل يوم كبر معه حلم طفولته، وبدأ يضع قدمه على أول خطوة لتحقيق الحلم. داخل جدران المدرسة الثانوية، لم ينسى أول مرة لبس فيها المعطف الأبيض. كانت أول مرة يرى فيها صورة نفسه التي رسمها في مخيلته سنين وسنين. وكيف ينسى لحظة نجاحه بالثانوية ولحظة قبوله في كلية الطب؟ تلك اللحظة التي رأى فيها حلمه يتجسد حوله. اليوم هو يومه الأول في الكلية، هو يومه الأول في كلية الحلم. وهنا بدأت المسيرة، وأيقن أن الأمور لم تجري حسب توقعاته، وبدأ يعيش الواقع لا الحلم، واكتشف الفرق. خطوة بخطوة في طريقه إلى الفشل، مع مادة التشريح قارب الحلم أن ينتهي، وبدأ الأمل يتلاشى. لا جدوى من المحاولة ولا مسوغ للاستمرار. كاد أن يهزم لحظة ظهور النتيجة. لم يكن الواقع كما خطط له. لحظات من اليأس والألم وكثير من المعاناة، ولكنه لم ينسى حلم طفولته، ومنه استمد القوة للاستمرار. لا أعرف، لا أستطيع، هذا مستحيل، الكل ضدي، رمى بهذه الكلمات ورأى ظهره وتقدم ضاربا جدار النجاح. كان يومها يحمل ممحاة وقلما ليكتب قصة نجاح على سطور من الفشل، وناقش حروفا من ألم لم يفارقه الأمل. قال فيها: لا يهمني كم مرة خاب ظني، لا يهمني كم مرة كسرت، تهت في طريق حلمي. هناك دائما أوقات صعبة، لكنها لم تأتي لتبقى، بل أتت لتعبر، ثم نكون أقوى بعدها. أنا وأنت لدينا حلم وهدف نعيش من أجله، فلنحييه بعزمنا ليكون واقعا لا حلم.